اعطوني اياها يعني بدون ما اسكر اللعبه، بدون ما اعمل السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا كيف تجيب اللون المجاني النادر. نعم نادر، لانه راح تقدر تجيبه خلال 3 ايام، بعدين ما احد بالعالم كله بيقدر يجيبه، فراح يكون لون نادر جدا. طبعا قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع مو مشترك بالقناة اتمنى ان يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى تدعم المقطع بلايك. طبعا لا تنسوا تستخدم كود الايتم شوب YZYZET وتحفظوه عندكم في الايتم شوب. طبعا شباب هذا اللون راح يكون له كود، والكود راح يكون للكل، وجبت لكم الكود وهسه بعلمكم كيف تستخدمه. المهم تفتح جوجل تكتب مثلا ايبك جيمز رديم كود، هذا موقع ايبك جيمز رديم كود، بفتح عندك الموقع، ولازم قبل ما يفتح قبل ما تحط الكود افتح حسابك اللي بدك عليه اللون. تمام انا فاتح حسابي، فالكود بحط لكم اياه على الشاشه او بالتاريخ المثبت. هذا هو الكود، شايفين هاي اسم اللون، تكبس اكتيفيت بتفعل دون، شايفين. بس بنرجع اللعبه ما بعطوني اياه، اعطوني اياه يعني بدون ما اسكر اللعبه، بدون ما اعمل سيلكت جيم مود او اقفل اللعبه، اعطوني اياه على طول لاني فاتح اللعبه اول مره، يعطوني كود بدون ما اقفل اللعبه. فبكل سهوله الكود نفسه بتاخذ هو الشحطات اللي بين الاكواد، كل جزء وجزء في كان بينه شحطه بتاخذهم كوبي بيست نسخ، تمام، وبتحطه بالموقع. انا اوريكم بس اللون كيف بيطلع الاسلحه، هذا هو جميل كيف بيطلع اللون. فاللون صراحه خرافي، هو اصلا كان السكن موجود في الايتم شوب، نزل قبل يوم او يومين، كان حزمه كامله للسكن نزل وضايل له لون، اللون عملوا عليه عرض زي ما قلت لكم اكواد كان. السكن وينه؟ هذا هو السكن، هذا اللون خاص بالسكن هذا زي ما تشوفوا قدامكم، يعني طلع كيف الفأس عليه حبال واللون كمان عليه حبال نفس الشيء، فاللون بيكون للحزمه هاي نفسها يعني تكمل لها. فمره ثانيه بعيد الكلام، تكتب مثلا على جوجل بعد ما تاخذ الكود من عندي على التاريخ المثبت او من الشاشه زي ما تشوفوا قدامكم، تنسخوا نسخ مثل ما هو، حتى الشحطات اللي بين الاكواد خذوهم، تفوت على موقع ايبك جيم رديم كود، تتاكد انك فاتح حسابك فوق، تحط الكود وتحط الكود هون، شايفين الشحطات موجودات، خليهم زي ما هو خذه، زي ما انا كاتبه خذه. طبعا احرف كبيره مو صغيره، وبتعمل رديم، انا اعطوني اياه انت تعمل رديم بعدين اكتيفيت، بعدين ترجع اللعبه يعطوك اللون على طول. وطبعا شباب اخر فرصه لاستخدام الكود راح تكون 27/10، يعني بعد 3 ايام، معانا 3 ايام نستخدم الكود، اللي لحق لحق، بعد 27/10 الكود بصير منتهي الصلاحيه، ما حد يقدر يستخدمه. يعني اللي جاب الكود مثلي انا لحقت مثلا وغيري جابوه اليوم وبكره مثلا وب 27 جابوه، بضل عندهم للابد. بس اللي حاول يستخدم الكود بعد 27 يحاول يجيبه كاول مره له، راح يكتب له ان الكود غلط او منتهي الصلاحيه لا يمكن استخدامه. فابعث المقطع لكل اصحابك، خلي الكل يستفيد قبل ما ينتهي الكود حتى الكل يجيب اللون. فبس شباب اتمنى من كل واحد فيكم استفاد المقطع، انه ينشره بكل مكان حتى الكل يستفيد، واتمنى انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى نقدر نوصل 700,000 مشترك. وهم شيء لا تنسوا تستخدموا كود المتجر YZYZET وتحفظوه عندكم في الايتم شوب. وبس ربي يسعدكم مع كل شيء، مع السلامه.